ولدى الاثنين الاثنين المسير لعمل المنطقه الثالثه التداول المصادقه على مشروع اتفاق الانتقال بخصوص دعم استراتيجيه الاقليميه للرياضه العمليه المثمريه في راس الفتره الممتده ما بين 2017 و 2025 يعني الشهور والدفعات ومؤسسه البنك الشعبي لكره الصغار. النقطه الخامسه التداول المصادقه على النقطه السادسه التداول المصادقه على ملحق اقوال اتفاقيه الشراكه والمبادره ما بين جميع الشؤون الاجتماعيه والمستقبليه للجماعه الاقليميه. دراسة النقاط المتبقية في جدول الأعمال وهي كالآتي: إعادة التداول في النقطة المتعلقة بالتنظيم الهيكلي لإدارة الجماعة وتحديث خصائصها، التداول والمصادقة على إحداث وكالة مصاريف،